تفجير ليس بجديد يستهدف مبنى حكوميا في محافظة لحج. هكذا أفاقت مدينة الحوطة محافظة لحج على واقع دمار شمل أجزاء واسعة من مبنى المجمع القضائي في المدينة ومباني مجاورة له تضم محاكم ونيابات المحافظة. هذا التفجير هو الثالث من نوعه، فقد شهدت منشآت حكومية عديدة في الحوطة عدة تفجيرات كان آخرها في مبنى إدارة الأمن، ويرجح أن منفذي الهجوم ينتمون إلى تنظيم القاعدة بعد أن زادت وتيرة الأعمال الإرهابية في ذات المنطقة. المجمع القضائي تعرض قبل ذلك لأعمال نهب وتخريب طالت أجزاء من مبانيه عقب الأحداث التي عصفت بالبلاد ضمن سلسلة أعمال النهب والسلب التي شهدتها المدينة في مارس من العام الماضي. وما زالت التفجيرات والعمليات الانتحارية المتكررة تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي في محافظة لحج ومناطق أخرى من جنوب البلاد في ظل غياب ملحوظ للأجهزة الأمنية.